مدرسة المواهب البريطانية الخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كيف حالكم اليوم يا أحبابي؟ أتمنى من الله أن تكونوا بخير. المادة الدراسات الاجتماعية، الصف السادس، المعلمة شيماء. نستكمل درس الحصة الماضية، الصحراء في فكر الشيخ زايد رحمه الله. ثانيا، أثر الصحراء في شخصية الشيخ زايد رحمه الله. هيا معا يا أحبابي لنقرأ نواتج التعليم. نواتج التعلم: يوضح الطالب تأثير الصحراء في شخصية الشيخ زايد رحمه الله. يعدد الطالب الصفات التي اتصف بها الشيخ زايد رحمه الله. هيا معا يا أحبابي نتذكر سويا ماذا درسنا في الحصة الماضية؟ من يتذكر؟ ممتاز، درسنا مفهوم الصحراء وهي منطقة جغرافية قاحلة تتصف بشدة درجات الحرارة وندرة الأمطار والحياة النباتية والحيوانية. درسنا أيضا مفهوم الواحات وهي منطقة منخفضة خصبة في الصحراء تكون فيها المياه الجوفية قريبة من سطح الأرض وتقوم فيها الزراعة. درسنا أيضا أهمية الصحراء قديما وحاضرا ومستقبلا. عنوان درس اليوم: أثر الصحراء في شخصية الشيخ زايد. انظر جيدا إلى هذه الصورة، صورة الشيخ زايد رحمه الله. ماذا تعرف عن الشيخ زايد رحمه الله؟ أين ومتى ولد؟ ما هي الصفات التي اتصف بها الشيخ زايد؟ ركز جيدا قبل الإجابة على هذه الأسئلة. من لا يعرف أي شيء عن الشيخ زايد رحمه الله، هذا هو ما سندرسه اليوم. هيا معا يا أحبابي نتعرف على شخصية الشيخ زايد رحمه الله. ولد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في قصر الحصن بمدينة أبو ظبي عام 1918. والده الشيخ سلطان بن زايد كان حاكما لإمارة أبو ظبي، وكان الشيخ زايد هو الابن الأصغر بين أربعة أشقاء سمي باسم جده زايد بن خليفة المعروف بزايد الأول الذي حكم الإمارة من عام 1855 ميلادية إلى عام 1909 ميلادي. أظهر شغفا متزايدا بكل ما يمت بصلة إلى العرب الأصيل كالصيد بالصقور وركوب الهجن العربية الأصيلة والخيل وإتقان الرماية، وتشكلت شخصيته في فجر شبابه عندما كان في مدينة العين واستمد الكثير من صفائها ورحابتها، واكتسب صفات الزعامة والقيادة السياسية التي اتسمت به شخصيته الفذة. ولد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في قصر الحصن بإمارة أبو ظبي عام 1918،
ولكنه قضى ريعان شبابه في مدينة العين. سمي الشيخ زايد باسم زايد على اسم جده، هو الابن الأصغر بين 4 أشقاء. من أهم هوايات الشيخ زايد رحمه الله الرماية وركوب الخيل والهجن القصير، وأيضا الصيد بالصقور. اتصف الشيخ زايد رحمه الله بصفات عديدة مثل الزعامة، الشجاعة، الصبر، القوة، الحكمة، الطموح، حسن التدبير، وصفات أخرى عديدة. هيا نتعرف عليها. صفات الشيخ زايد رحمه الله: البيئة هي المنطلق الأساسي للشيخ زايد رحمه الله، عاش فيها وأخذ منها كل الخصال الحميدة وقسوة الحياة، فأثرت فيه من خلال اكتساب قيم وجدانية. أهم الصفات التي اتصف بها الشيخ زايد: العقلانية في أحكامه. توصف شخصية الشيخ زايد رحمه الله بصفة العقلانية من خلال الأحكام التي صدرت عنه، متمثلة في أقواله وأفعاله، إضافة إلى فهمه العميق والواضح للأحداث والمجريات من حوله. الشيخ زايد رحمه الله اتصف بالحكمة وبالعقلانية في أحكامه وبحسن تدبير للأمور. يدل على ذلك ما قام به من اتحاد دولة الإمارات في الوقت المناسب. الصفة الثانية هي الإباء. هل منكم من يعرف ما معنى كلمة الإباء؟ تعني الترفع عما يمس كرامة الإنسان والتعالي، فقد كان الشيخ زايد رحمه الله يسعى إلى عزة شعبه وسعادتهم وتوفير حياة تليق بكرامتهم. كلمة الإباء لا تعني التكبر، فالشيخ زايد رحمه الله كان يسير على قدميه في شوارع إمارة أبو ظبي. لا تعني التكبر أو التعالي، بل يعني الحرية والحرص على عزة شعبه وسعادته، وأنه لن يرضى بأن يصبح تحت حكم إنجلترا. البطولة: مفهوم البطولة ليس محصورا في القتال، بل إنه أعلى أنواع البطولة هي التحلي بالصبر والجلد، فلا تكتمل الصورة إلا من خلال قراءة الماضي ودراسة الحاضر ورؤية المستقبل. وهذا ما أعطى شخصية الشيخ زايد رحمه الله صفة البطولة الحقيقية. كل منا يطمح إلى أن يكون بطل شعبي مثل الشيخ زايد رحمه الله. كان يتحلى بالصبر والجلد، وكانت لديه رؤية للمستقبل، رؤية ثاقبة للمستقبل. الصفة الرابعة وهي القرب. اتصف الشيخ زايد رحمه الله بصفة القرب، فقد كان سخيا جدا بماله، أحبه الشعب الإماراتي أجمع. ولعل ما قاله الممثل السياسي البريطاني بوستيد هو خير شهادة عن هذه الصفة: لقد دهشت كثيرا من الجموع التي كانت تحتشد حوله في واحة البريم وتحيطه باحترام واهتمام، وكان لطيف الكلام دائما مع الجميع، وكان سخيا جدا بماله. الصفة الخامسة وهي الأصالة العربية. كانت الأصالة العربية
في شخصية الشيخ زايد رحمه الله هي صمام الأمان الذي حفظ مسيرة تحضره دولة الإمارات العربية المتحدة وتطورها. ولا بد من التأكيد على أهمية التراث والتمسك بما تركه الأجداد، ونجد ذلك من خلال قوله: الشعب الذي يجهل ماضيه لا يمكن أن يكون له حاضر أو مستقبل. تربى الشيخ زايد رحمه الله في الصحراء، تربى على التمسك بالأصالة العربية، وتربى على أهمية التراث والتمسك بما تركه الأجداد. عندما تحدث وقال: من ليس له ماضي ليس له حاضر وليس له أيضا مستقبل. الصفة السادسة وهي الشورى. في الصحراء تعلم الشيخ زايد رحمه الله كيف يتعامل كشيخ للقبيلة مع أبناء عشيرته، وكيف يستشير كبار القبيلة قبل اتخاذ القرارات المهمة. الشيخ زايد رحمه الله لم يكن يتخذ أي قرار بمفرده، بل كان يستشير كبار القبيلة قبل اتخاذ القرارات المهمة. الصفة السابعة وهي التسامح. حرص الشيخ زايد رحمه الله أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة منارة للتسامح والتعايش السلمي، فقد قال: لولا التسامح ما أصبح صديق مع صديق ولا شقيق مع شقيق. فالتسامح ميزة. نحن نعلم جميعا أن دولة الإمارات هي بلد التسامح، سمي عام 2019 بعام التسامح. أثبتت دولة الإمارات عالم أجمع أنها بلدا للتسامح برغم اختلاف الجنسيات واختلاف الديانات بها، إلا أن الجميع يعيش على أرض دولة الإمارات في تسامح. أريد أن أخبركم بمعلومة عن دولة الإمارات. من منكم يعرف ما معنى كلمة الصيد بالصقور؟ هيا معا نتعرف عليها. الصيد بالصقور هي رياضة مهمة ووسيلة من الوسائل التي تعلم الصبر والجلد والقوة، كما أنها تعتبر لونا من ألوان التغلب على الخصم بالذكاء والقوة. وتظهر هذه الرياضة مهارة ابن البادية بما وهبه الله من فطرة ومقدرة على تأنيس هذا الطير الجارح وتأديبه، يأمره فيطيعه، يناديه فيحضر مسرعا. الصيد بالصقور هي من تراث دولة الإمارات، عشقه الشيخ زايد رحمه الله ويعشقه أيضا شيوخ دولة الإمارات. حان الآن وقت الأسئلة، هل أنتم على استعداد؟ هيا بنا أجيب عما يأتي. استنتجوا ثلاثة من الرياضات التي مارسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله في الصحراء. ما هي هوايات الشيخ زايد رحمه الله؟ أحسنتم، الصيد بالصقور، ركوب الخيل، الرماية. السؤال الثاني: أفسر اهتمام الشيخ زايد رحمه الله بالصحراء. لماذا اهتم الشيخ زايد رحمه الله بالصحراء؟ لأنه عاش فيها
وتعلم منها الخصال والصفات الحميدة، ولإيمانه أن الخير والثروات موجود في الصحراء. أحسنتم، صف سادس. السؤال الثاني: أعدد ثلاثا من الصفات التي اكتسبها الشيخ زايد رحمه الله من الصحراء. ما هي صفات الشيخ زايد رحمه الله؟ أحسنتم، الصبر، الكرم، الإباء، الشجاعة، الشورى، الأصالة العربية، وغيرها من الصفات الحميدة. أحسنتم، إجابات صحيحة. ما هو شعورك تجاه الشيخ زايد رحمه الله؟ ماذا كنت ستقدم لدولة الإمارات لو كنت مكان؟ هل كنت ستفعل مثله؟ أم ماذا كنت ستفعل؟ أريد الإجابة على هذه الأسئلة. نهاية الحصة، انتهت حصة اليوم، ولكن للحديث بقية. أراكم في الحصة القادمة على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.